ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في هذه الآية المباركة دالة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه على كل المذاهب والأديان ولو أن المشركين كرهوا ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذين يشركون بالله ولو كرهوا هذا الشيء لكن الله يظهر دينه على رغم أنت. هل هذه الآية غيبية؟ يعني هل أن هذه الآية تبين معنى غيبيا خاصا بالذي يكشف ما وراء الزمن أو أن هذه الآية آية طبيعية عقلية عادية؟ لا شك أن القرآن يكشف الزمن الماضي والمستقبل، أما الشيء الذي يمكن أن نقوله أن هذه الآية المباركة آية طبيعية وآية يدركها كل عاقل، يعني أن أي عاقل نظر إلى الإسلام ونظر إلى المبادئ والأديان يرى أن الإسلام ذات يوم يغلب على كل الأديان وأن الكرة الأرضية ذات يوم يسودها الإسلام كلا. من أين؟ من مثال وأمثلة. الإنسان الذي اخترع أو اكتشف الكهرباء، المدرسة على ساعتها أو البلد على ساعته، فيها أو فيه مليون مصباح كهرباء كمثل، وهذا المليون المصابيح الكهربائية إنما تشب وتشتعل بالزر. أليس ذاك الإنسان الذي اخترع الكهرباء كان له الحق أن يقول يأتي يوم يغلب مصباح الكهرباء على كل الشموع وعلى كل النفطيات؟ له الحق، لأن من الواضح أن الناس يرغبون إلى الأفضل، كل الناس باستثناء المعتوهين والمجانين والحمقى والمغفلين. الصانع للكهرباء كان له الحق بأن يقول في يوم إخراج الكهرباء أن كهربائي ذات يوم تغلب على كل النفطيات وعلى كل الشموع. لو قال هذا الكلام هل كان كلامه غيبيا؟ لا، شيء واضح وقياس عقلي. أنا اخترع كل شيء، كان له في أول يوم من اختراعه أن يقول سيغلب كونديشني كل المراوح اليدوية. المراوح اليدوية في غالبكم التي تصنع من القوس، هل كان له الحق أن يقول هذا؟ نعم. وأي عاقل قاس المصباح الكهربائي بالنفطية وقاس الكونديشن إلى المراوح اليدوية يعرف أن الأولين يغلب الأخيرين. أي إنسان اخترع المكبرة كان له الحق في اليوم الأول أن يقول ستكون مكبرتي أمام كل رئيس حكومة
وكل خطيب وكل واعظ وكل متكلم وكل مدرس. أنا أذكر بذات العشرة كانت جماعة كبيرة من المقدسين يحرمون المكبر أي مكبر. وأول من جاء بها في الفوزات العلمية والدراسية سيد الحكيم كان الله يرحمه، لأن هو سيد الحكيم كان قلبه ضعيف وطلب كثيرين لعلهم من تفريق طلب يدرسهم، فما كان يتمكن من التكلم فجاءوا مكبر. ولما جاءوا مكبر وتكلم فيها صارت عليه فالفج، لكن كانت حركة وقتية. وبعد ذلك عالم آخر جاء وعالم آخر جاء حتى صار شيئا طبيعيا. فالإنسان المخترع للمكبر له الحق من أول يوم أن يقول إن مكبرتي ستغلب كل الأوساط وستغلب كل المجالات وستكون جهاز إفاضة للعالم والخطيب وإمام الجماعة والملك والرئيس ورئيس الجمهورية والأمير ومن أشبه. كان قياسا عقلانيا بلا اختيار بلا بيدية. وخذوا كل شيء من هذا القبيل. الطائرة، الطائرة لما ظهرت الطائرة قسم من الناس كانوا يقولون إن هذا سحر، إني سمعت بالاعتبار، وكانوا يقولون هذا من كبير راكبات القبض. حبار كانت الأسطورة أن قسما حتى في المدارس العراقية كانت تنقل هذه الأسطورة أن قسما من السحرة يركبون الحب حب الماء وينتقلون من بلد إلى بلد. لما ظهرت الطائرة حتى الجماعة من العقلاء كانوا يقولون هذا نوع من السحر، لأنه ليس من الممكن أن هذه الأطنان الكثيرة من الحديد والناس تطير في الهواء، هذا الطيران البسيط العجيب، بينما نرى أن تنسى واحدا لا يقف في الهواء. فكانوا يقولون إنها سحر، لكن كان من الحق أن الشخص الذي اخترع الطائرة وعلى قول المسلمين عباس بن قرناس كان من الحق أن يقول في اليوم الأول ستقلب طائرتي كل خيل وبغال وحمير ومواصلات عجيبة. لا واقع، هذا شيء يوصل الإنسان إلى مقصده بسرعة وبراحة، بينما نحن كنا نذهب إلى الفرع على الدابة، فكنا في أسبوع نجد آلام الركوب، لأن الإنسان الذي يركب هذا يؤلمه الركوب، يؤلم رجليه وفخذيه وما فوق ذلك وما تحت ذلك. فكنا نجد آلام إلى الحر، كنا نذهب يعني ترسخ 5 كيلومترات من كربلاء إلى الفرع الشهيد، 5 كيلومترات 6 كيلومترات، كنا نذهب بالدابة الثمار أو الفرس. فكنا نجد الآلام طيلة أسبوع، فلا نتمكن أن نقوم للصلاة قياما عادلا وأن نقبض قلوبا مغتللا. الذي اخترع الطائرة كان له الحق أن يقول إن طائرتي تتغلب على كل المواصلات على كل الكرة الأرضية. إذا صح هذا الذي اخترع الإسلام وبين الإسلام، ولقد اختراع مجاز، الذي بين الإسلام كان له الحق أن يقول في اليوم الأول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا تأيض حتى لو فرضنا محالا أن الإمام الحجة لم يكن، كان الإمام الحجة شيء قطعي. لنفرض أن الإمام الحجة لم يكن، لنفرض فرضا، كان طاغوت الإسلام يوما ما يغزو كل العالم من الطائف، من السيارة، مثل المكبر، مثل الكوليش، مثل المصباح الكهربائي. قال لا بد من ذلك، وأن وجود الإمام الحجة حتمية تاريخية، يعني أن حتمية التاريخ توجب هذا المصل. حتى إذا رواية واحدة لم تكن عن الإمام الحجة، وكنا نعتقد أن الأئمة فقط 11 وكلهم ماتوا، كنا نقول ذات يوم يأتي ويأتي مصلح يملأ العالم عدلا وقسطا، وأن الإسلام سيغزو كل الكرة الأرضية.
قال الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام هذه حكمية تاريخية كشف عنها الإسلام لا أكثر ولا أقل اعتقاد أهل الحنفية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإسلام له سلاحان، سلاح الفطرة الداخل وسلاح الفكرة. الفكرة مجال نقول لها فكرة ونقصد بالفكرة الإيديولوجية. الإسلام له سلاحان، هذان السلاحان يعملان ويعملان ويعملان حتى يسيدا الإسلام. سلاح الفطرة ده. كل إنسان فطرته الصدق، فطرته الأمانة، فطرته الوفاء، فطرته الحياة، فطرته الأخوة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم لا ينفس شيء تقول. كل إنسان في داخله فطرة، إذا نظر إلى الكون لا بد أن يشعر أن الكون له موجود، ولا بد أن يشعر أن الموجود عجيب، وأن الموجود قدير، وأن الموجود حكيم، وأن الموجود رؤوف، وأن الموجود عفور، وأن الموجود خالق، وأن الموجود رازق، ولا آخر قال. سلاح الفطرة بيد الإسلام، ثم سلاح الأيديولوجية والتي نسميها بالفكرة ولو أن تعبير الفكرة مجاز. سلاح الفكرة أيضا بيد الإسلام، لأن التشريع الإسلامي وضع على طبق الفطرة ماكنة صنعناها وجعلنا لها قوانين وموازين منطبقة إلى تشغيل الماكنة. من الطبيعي أن هذه الماكنة وأن هذه القوانين التي وضعناها على طبق الماكنة هي التي تسير الماكنة، وأنها هي التي تحكم. لنفرض طبيبا دجالا وطبيبا فاطمة، ما هو الفرق بينهما؟ الطبيب الدجال اجي وأخذ يطبب الناس بالدجل والكذب والأدوية المختلقة. هذا الطبيب يوم 10 أيام سنة 20 سنة يبقى دجالا ومختلقا ودرارا لأموال الناس ومبتزا لثرواته، لكن هل يبقى هذا في قبال طبيب واقعي يعرف الداء ويعرف الدواء؟ من المستحيل هذا الشيء. الإسلام له سلاحان، سلاح الفطرة في الداخل وسلاح الفكرة من الخارج، وهذا هو ما عبر عنه في الأحاديث الشريفة. إن لله تعالى حجتين، حجة ظاهرة هم الأنبياء، وحجة باطنة هو العقل. نفس الشيء الروايات تقول، وإنما نعبر عنه نحن بتعبير يومي بسلاح الفكرة وسلاح الفطرة. ما تقول مع السيد فشح التجار، فرد واحد من ضباط المخافر في الكويت قال في فلان بلد في أمريكا أجروا قانون أن كل إنسان يحق له أن يتخذ من الزوجة مثنى وثلاثة وأربعة. أنا قلت له هذا شيء طبيعي، لأن الفائض بمقدار مثنى وثلاثة وأربعة. الأمريكيين في تلك الولاية، كان الولايات الأمريكية كما تعلمون ولايات منفصلة بعضها عن بعض قانونيا في الدفاع، في المال، في كذا، في الوزارة الخارجية، كلهم شيء واحد. وإلا بالنسبة إلى كل ولاية، كاليفورنيا مثلا أو كذا أو كذا، كل ولاية لها قوانينها الخاصة العقلية وبرلماناتها الواضحة المعروفة. وإحدى الولايات الأمريكية قرروا قانون جديد أن كل إنسان له الحق أن يتخذ زوجة وزوجتين وثلاث وأربع عقليا وصلوا إلى أرض الشرك. لأن أولئك يحسبون النساء، يحسبون الرجال، يحسبون تلفات الرجال في الكروب وما أشبه، ويحسبون بقاء النساء في البيوت مطلقات وغير مطلقات. تلقائيا وصلوا إلى هذا الشيء، لأن هذا شيء عقلي وقوي. العلم يصل إليه تلقائيا، كما أن العلم وصل إلى الشورى وأمرهم شورى بينهم، وهو المادة التي تسمى بالديمقراطية قبل الإسلام في العالم. ما تكبر من الديمقراطية أبدا، هذا التاريخ.
الديمقراطيين أسسوا الأساس نظرياً، الإسلام جاء وطبقه، وأول مجلس برلمان في العالم هو مجلس بريطانيا قبل 70 سنة، أقدم البرلمانات العالمية الديمقراطية برلمان بريطانيا، العالم وصل. شنو الطبيعي أن إنساناً واحداً يأتي بقوة السلاح ويحكمها ديكتاتورياً؟ هذا هو الطبيعي البشري. الإسلام بين هذا الشيء أمرهم شورى بينهم، بل شورى باعتبار علي بن أبي طالب كان خطأ، لأن علي كان منصوص عليه، مثل الشورى باعتبار الخمر، نستشير أنه هل نحل الخمر أو لا، نستشير على أنه هل نحل البضاعة أم لا، هذا خطأ. أما الشورى بمعنى أننا جماعة في هذه المدرسة أو في هذه القبيلة أو في هذه الجمعية أو في هذا البلد يستشير بعضنا بعضا على أن يكون من الحاكم علينا ولمن نطيع وأيهم أقصى، هذا شيء طبيعي عقلي بشري، الإسلام بينه لا أقصى ولا أقل. ويأتي يوم كل الدكتاتوريات تزول من العالم داخل الطبيعة البشرية، هذا الشيء إذا طالع انكسر بعد 50 سنة وبعد 10 سنة وبعد مليون سنة، هذا السلاح لابد وأن يستعمل في العالم، كما أن المكبرة لابد أن تستعمل، كونديشن لابد أن تستعمل. مصر وهي عاصمة بلاد السنة الذين يقولون بأن المتعة حرام، جاء شيخ الزهر وأباع المتعة، والقانون المصري اليوم يبيح المتعة، وله مكاتب خاصة باسم الزواج المؤقت، تبيع الشريعة، كما أن الدار ممتلكة ومستأجرة والسيارة ممتلكة ومستأجرة والفندق ممتلك ومستأجر، كذلك المرأة والرجل ممتلك ومستأجر، منطقي وعقلي. وصل إليها عاصمة من العواصم التي تقدس الخليفة الثاني أيما تقديس، تقشون كبيرين فطريين، كشف عنه الإسلام لا أقل ولا أقل، كالنفس الموجود تحت الأرض، وكشف عنه المخترعون والمكتشفون. الطلاق المسيحيون منذ 2000 سنة الطلاق عندهم حرام، ومنطقهم أن رباطا ربطه الله لا يحله الإنسان. حرمت على روما وهي عاصمة المسيحية الكاثوليكية المتعصبة، لأن البروتستانيين أقل تعصبا، الكاثوليكيين أكثر تعصبا، واضطرت أخيرا أمام حوادث العوائل أن يبيع الطلاق، الطلاق جائز. الإسلام كشف عن هذا الشيء قبل 1400 سنة وأكثر وأقل، لأن هذا شيء طبيعي فطري للبشر. عمي أنا تزوجت وهي لا تريدني وأنا لا أريدها، ماذا نصنع؟ الرباط الذي ربطه الله ولم يعرفه، لن يربطه الله، ربطه الإنسان بأمر الله، فيفكه الإنسان إذا بأمر الله تعالى. الآن في المغالطة، مو من هالناحية نحن قصدنا، من ناحية أن الروم المصرة والفاتيكان والبابا الذين أصروا ما يقارب 20 قرن من الزمان على أن الطلاق لا يجوز والطلاق محرم، أخيرا وصلوا إلى أنه ماتوا علاج، علاجه الوحيد جعل الطلاق، لأنه شيء طبيعي الفطرة تقتضيه والقانون الإسلامي جعله وقرر، ولهذا قرره وقرروه. وكذلك بالنسبة إلى الطلاق الثلاث، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، السنة من القديم كانوا يصرون على أنه يقع ثلاث طلاقات خلاف الطبيعة البشرية. أحكم عائلة بكلمة، كيف هذا الكلام؟ لكن قد يزولون على هذا الشيء. أخيراً شافوا أنه هذا ما يوافق المنطق والعقل، فقالوا لا طلاق الثلاث يقع طلاقاً واحداً. الآن نصف العالم السني يقول هذا الكلام، الطلاق الثلاث حتى في المحاكم الكويتية، إذا قال رجل لامرأتي أنت طالق ثلاثة طلاق واحد موت، يعني رجوعاً إلى منطق العقل والحق والدين.
بعد تلك المدة الطويلة من أنهم كانوا يقرون أن طلاق ثلاث طلاقهم ثلاث. وعلى هذا المعدل فإذا قال الإسلام أنه في ذات اليوم أنا أسود العالم كله منطقي، لأن كل أصول الإسلام وقواعد الإسلام مرتبطة مع فطرة البشر ومع عقل البشر، حتى إذا جاء القانون وحتى إذا جاء الدكتاتوريون وحتى وحتى وأن حتى وحتى أخيرا ينتهي الموضوع إلى أن يروا أن هذا القانون أصلح وأحسن وأجمل وأكمل وأكثر انطباقا لطبيعة البشر التي فطر الإنسان عليها. في الإسلام سلاحان، سلاح الفطرة وسلاح الفكرة، وبهاتين السلاحين الإسلام تمكن في اليوم الأول أن يكون ليظهره على الدين كله، ويأتي يوم طبعا لكن الكلام في أنه إذا العقلاء قاموا بالتطبيق الأسرع يقولون، وإذا العقلاء لم يقوموا بالتطبيق الأسرع يكون أفضل. ونحن دورنا على هذه المقدمة دور المقدمين، يعني يجب علينا أن نأتي بالكهرباء من مواطنها أمريكا، إنجلترا، بغداد، القاهرة، أي مكان تصنع فيه المصابيح الكهربائية نأتي بها إلينا، لنفرض أنه لم تكن تجار يأتون بالمكبرة من مواطنها إلى بلادنا، هل كانت عندنا مكبرة؟ ما كانت عندنا مكبرة، ما كانت عندنا سيارات نمشي فيها ونركب عليها، هل كانت عندنا سيارات؟ لا، إنما تجار بغاية النفع فكروا أو قسما منهم بغاية خدمة البشر أن يأتوا بالسيارات في الأماكن البعيدة إلى كل إنسان من إنسان بقيمة ممكنة فيشترون ويستريحون، الطائرة نفس الشيء والسيارة نفس الشيء والمكبرة نفس الشيء والمسجل نفس الشيء وما أشبه. نحن حملة الدين الجالسين هنا والذي نتشرف لأننا من حملة الدين ونوفق أن نكون من حملته حقيقة. دورنا دور التطبيق، يعني الماكينة موجودة، البشر، القانون موجود، قانون السماء، نحن دورنا أن هذا القانون نقدمه للبشر، بدليل أن كلما أفهمنا هذا القانون للبشر أو جماعة قبلوه. لا شك فيه الإسلام في أي مكان ذهب قبل، وأي إنسان وعظته قبل الوعظ بالمئة وتسعين بالمئة وتسعة وتسعين بالمئة وثمانين بالمئة وسبعين قبل ببطأ هذا الشيء، لأن رأوا هذا الشيء يوافق فطرته فقبلوا هذا الشيء. نحن دورنا العرض. أحد الكتاب المصريين اسمه محمد الغزالي، له كتب كثيرة وله انحراف أيضا، يقول في أحد كتبه مثلا جدا واضحا وجميلا، يقول الغربيون عقلاء عرفوا أن عندنا بترول تسير طائراتهم ودباباتهم وسياراتهم وتنير بلادهم، فجاءوا إلينا وتملقوا وأعطوا المال مرة بالحرب ومرة بالانقلاب ومرة بالتملق ومرة بالصداقة ومرة ومرة حتى أخذوا منا البترول وأعطونا المال والحزمة مع تقاليم المعروف. محمد الغزالي يقول عندنا مبدأ أحسن من البترول وهو الإسلام، والغرب لا يعرف هذا الشيء والدنيا لا تعرف هذا الشيء، لأنه الدنيا رأت الإسلام المشوه. أعلق التعليق بسيط لماذا ما أرجع على كلام محمد الغزالي. أنا شخصيا أعتقد أنه من الضروري على الرجال أن يتخذوا زوجات مثنى وثلاثة ورباع، شخصيا أعتقد هذا الاعتقاد لفرض المرأة حتى لا تبقى المرأة جليسة الدار وعانسة
ولا يحقك ولا تنتشر المفاسد. لكن هذا الشيء من حرده؟ وهذا القانون الإسلامي خربه المتزوجون على الأكفاء. أخذ زوجتين ظلم هذه، رغب إلى هذه، لم يعدل، طلق هذه، فصار شيئا مشوهة. فصار كل امرأة تعرف أنها إذا كانت مع امرأة أخرى معناها الفرق ومعناها الحرمان ومعناها الظلم ومعناها في بعض البلاد المعداوية العصا الغليظة معناها هذا، فكله سبب. وإلا المرأة تساعد المرأة الأخرى فيحسن، وكلتاهما تساعدان الزوج في الحياة، والزوج يساعدهما، وصاحب المرأة تتقلق ويتقلق. لكن الذين اتخذوا زوجتين أو ثلاث أو أربع وما أكثر ما رأيناهم ظلموا ولم يعدلوا، فجعلوا من هذا القانون الجميل الإنساني بعضها. لنفرض جئنا بالكهرباء في المدرسة وجعلنا الكهرباء بشكل أخذت هذا وقدرت هذا وجاعت هذا وأذت هذا، كلهم كلها ملكة اليوم الكهرباء شعور جميل. نرجع إلى كلام محمد الغزالي، حديثك مبصر في هذا الشيء الذي جعلته بين قوسين بالنسبة إلى المرأة ومساوى ثلاثة ورباع. في الحقيقة إني رأيت في كربلاء في 190 إلى 199 من الأزواج ذو الزوجتين يظلمون إحداهم، إما هذه وإما يطاردون إما هذه وإما هذه، حتى في هذا البلد. يوصي لأولاد الزوجة الأولى بكل الأموال، الزوجة الثانية وأولادها محفوظ. هل هذا عدل؟ هل هذا حق؟ هذا هو الصيغ الذي سبب أن الرجال والنساء كلهم صاروا ضد هذا القانون. أما يجعل عدلا كعمل رسول الله؟ كعدل طبيعي ما يجعل رسول الله. الناس يتعجبون لماذا تزوج علي ب 12 زوجة أو تزوج الحكم ب 8؟ لماذا؟ لأن الإمام عادل. وهذه الزوجة ترحب بالزوجة الثانية، ولذا ما سمعنا ولا رأينا أبدا في تاريخ الأئمة الطاهرين تنازعا بين زوجاتهم إلا شيء نادر يقع بين الأخت والأم وبين الأب والولد وبين الأخ والأب. طبيعي هذا الشيء. الذين حققوا هذا القانون شوهوه، لذا القانون تحطم والنساء بقوا في البيوت وأكثر ولا أقل من هذا. وإذا أردت مثالا آخر، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول، ثم نرجع إلى كلام الغزالي، الرسول الأعظم يقول خير النساء أقلهن مهرا. المهر كان قليلا، إذا كان المهر قليلا كل هؤلاء كانوا متزوجين. إذا كان المهر بسيطا، مهر السنة 500 درهم أو 30 درهم، لكن في بعض الأحاديث أن مهر السنة 30 درهم فقط، يعني مهر رسول الله لفاطمة 30 درهم فقط. أو 50 درهم على آخر الغربة و 480 اختلافات أقوال. نبحث المهر بهذه البساطة، والبيت بالبساطة، والأكل بالبساطة. تصدق الزوج مرأة بلا زوج ما قال، ولا زوج وشاب بلا زوجة. لكن عقدوه قانونيا وعقدوه تقليديا وعقدوه عاديا، يعني عاداتيا. ترى أن في جامعة الكويت وحدها 7000 طالب وطالبة، من هذه 7000 20 منهم متزوجون وكلهم بالغ سن الرشد وأكثر من سن الرشد، ويقعون البنين والبنات في طول البلاد وفي عقاب الفساد، لأن المطبقين للقانون لم يفهموا كيف يطبقون، أو جعلوا قوانين مخالفة، أو طبقوا تطبيقا سيئا. كلامنا في الإسلام وسلاح الإسلام ودورنا نحن. محمد الغزالي يقول الغرب إذا كان يفهم عن الإسلام ما فهمه عن البترول، بينما الإسلام سلاح معنوي أعظم من سلاح البترول عن النفط. محمد الغزالي يقول إذا كان الغرب يفهم عن الإسلام ما فهمه عن البترول، كنت ترى في أمريكا وإنجلترا وألمانيا المفاسد الضخمة. كل إنسان يعرف أن الارتباط بالله شيء جميل،
وأنه شيء يقوي الإنسان. وكل إنسان يفهم معاني الخير والجمال الذي اشتمل الإسلام عليها. لكن تحسن المجتمع معاني الخير والجمال بدليل أغلب الطلبة سواء في العراق أو في إيران، أغلبهم هؤلاء ليسوا عميان ولا أعاجيب ولا أشلاء ولا ناقص العقل. لماذا تركوا المعاشات الضخمة وجاءوا قالوا طلبة؟ لماذا هذا؟ هل هم مجانين؟ لأنهم رأوا معاني الخير والجمال في هذا الموضع وتركوا المعاش الضخم الذي كان يطلبه. طلب في كارب لا ياخذ بشهر 5 دنانير من ذات عالم في علامة يعمل قدر. بينما نفس هذا الرجل إذا كان يزيد كاسب يومي عليه 5 دنانير. هذه الطلب. وهو أعمى ولا أعاد ولا أفهم ولا أشل ولا أفهم ولا أجزع ولا أفلح ولا أي شيء. لماذا هذا الشيء؟ لماذا تطوره من معنى الجمال؟ نحن دورنا وشهر رمضان مقبل. بالنسبة إلى تفهيم المجتمع معاني الإسلام، تفهيم المجتمع معاني الإسلام يحتاج إلى 3 نواحي، سواء في الغرب أو في الشرق أو في الكويت أو في طهران أو في أي بلد آخر. 3 أشياء. الشيء الأول بحاجة إلى مراكز، لأن كثير من الأصدقاء يدخلون شهر رمضان ولعله لا نراهم بعد ذلك من طلاب الدور. مراكز تحتها مبالغة، المسجد مركز، المكتب مركز، البيت مركز، المستوطن مركز، هذه مراكز، لأن الإشعاع يحتاج إلى مراكز، وإلى الإشعاع في الطبق، ولا حتى رسول الله في اليوم الأول صنع مركزا وهو المسجد، أول ما دخل رسول الله مدينة بنى مسجد قبة. بينما هو لم يكن يبقى في قبى الا ايام، لانه بقى البقيه هناك ثم جاء الى المدينه. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. وفي التفسير العسكري عليه الصلاه والسلام موجود ان رسول الله فقط لقانه ما قرا هذا الشيء، يقول ان رسول الله بنى مساجد في مكه، في مكه بنى مساجد. مرد المسجد بضخامه مسجد عباس. نحن مركز إشعاع، مركز جمع، مركز فكر، مركز عطاء. وفي المدينة المنورة رسول الله بنى ما يقارب من 50 مسجد كما يذكره صاحب تاريخ البشرى بقدوم البشير، تاريخ جميل اسمه البشرى بقدوم البشير، تاريخ تحليلي يذكر هناك أن رسول الله يسمي المساجد ما يقارب 50 مسجد بناها رسول الله في المدينة المنورة. نحن بحاجة في أي مكان كنا إلى مراكز الإشعاع. أول الشيء الثاني، نحن بحاجة إلى الربط، لأن اليد الواحدة لا تعمل على المشهور، واليدان أيضا لا تعمل لأن المجتمعات صحية، لكن تغيير الاجتماع من هذه النقرة الفاسدة وهذا التردي والانحطاط بيدين المسلم. صحيح اليد الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم العشرون ثم المائة ثم الآن. هل انقلابية؟ الأحزاب الانقلابية تدور شنو؟ تدور واحد ثم اثنين أصلا مصدر البحث لا أكثر ولا أقل منها. وعبد العلاء الأدوكاتر في سوريا في لبنان له كتب، عبد العلاء اللي هو يقول على أن عبد كان مدرسا في بيروت وكان يتحمس للعرب، وجاءني ذات يوم وقال لي إني أريد أن أكون حزبا فماذا أسميه؟ أنا اقترحت له، يعني عبد العلاء اللي يقول هو طيب صاحب كتاب بين قول الإمام الحسين وكتب أخرى، يقول أنا اقترحت له أن يسمي حزبك بالبعث العربي الاشتراكي. رجع عبد الله العلاء إلى الموضوع. 1 و2 و3 و4 و6 و10 و20 و50. إحنا ما نقول بالمفاهيم الحزبية الغربية أبدا. إننا نقول بيد الله مع الجماعة، يعني أيها الإنسان الذي في البحرين أو الكويت أو طهران أو بغداد أو القاهرة، من الواضح أن الإنسان يحتاج إلى مكان يشتغل، يحتاج إلى معاونون، يحتاج إلى مساعدون، يحتاج إلى حملة، يحتاج
يحتاج إلى جماعة حتى يحملون ويلوطن مع الجماعة. الشيء الأول مراكز الإشعاع. الشيء الثاني الرفق والارتباط. في الحقيقة أنا شخصيا منذ جيت للكويت إلى الآن لا أقل من 3,000 أو 4,000 شباب جاءوا إلى مسجدي وإلى ديوانيتي وإلى المدرسة وإلى الأصدقاء. نظروا له الفرق. يأتي يوم 10 يوم 20 يوم 50 يوم ثم يذهب إلى حيث أقل راح له مقطع. سيدي يعرف هذا الشيء وبعض الأصدقاء القدامى يعني منذ 3 سنوات يعرفون هذا الشيء. يعني تغيرت الوجوه 20 مرة 30 مرة. يأتي طريق مدة مو مدة الإنسان الزيح لا يزوده للذكر بالمعلومات لا يطالب. أقول الحديث الرسول كان يقول أيكم يعرف مسلما لم يأتنا فليحلفني. يعني الرسول كان يتلقى مسلم مسلم. أنا هو هذا المسلم. إلو جاء أعطيها مالك إلو جاء أعطيها مالك إلو جاء أعطيها مالك إلو جاء أعطيها مالك وكثير منكم يعلمون هذا الشيء. الشيء الثاني نحن نحتاج إلى الاشتراكات مع التجار مع الكسبة مع الموظفين مع الشباب مع النساء مع الرجال. جمعية نسائية هناك في الكويت. هذه الجمعية النسائية تحتضن النساء السافرات المتبرجات المغنيات المطربات. هل لها جمعية نسائية؟ مجلة نسائية في الكويت والتراتيح يقطع منها في كل أسبوع 100,000 وفيها 100 موظف يأخذون من 1,500 دينار إلى 150 دينار. 100 موظف مجلة نسائية هذول أقل. ونحن وقفنا إذا أردنا تحمل هذه المسؤولية والأمانة نحتاج إلى مراكز الإشعاع تكوينها الذين كونوا المساجد والحسينيات والمدارس والمياسم لن يكونوا أطول منا ولا أعرف ولا أقوى عقلا ولا أكثر ماذا قالوا نفسنا إنما لهم همتهم على قول ذلك الشاعر إن فريدون لم يكن ملكا. فريدون رجل وصل إلى الفوق بالانتخابات وببذله وبماله وما أشبه ومعرفته طرق الوصول إلى الفوق. الشعر نظمه في بيتين جميلين يقول إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا جاد وأعطى فنال مرتبطا تجد وأعطي تكن فريدون. أي عالم أي خطيب أي دكتور أي مهندس أي مخترع أي مكتشف أي متقدم أي مليونير لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا وإنما واصل وواصل وذهب وذهب حتى وصل مراتب الإشعاع. الشيء الثاني ربط الناس بعضهم ببعض وكلهم بالدين. الشيء الثالث إيجاد الوعي في الناس. الوعي على قسمين: وعي صلاة وصوم وحج وخمس وصدق وأمانة. هذا وعي صحيح لكن هذا جزء الشيء. جاء رسول الله قال يا رسول الله إن فلان الشيخ المرتضى يكتب المكاسب تصلي ليلها وتصوم نهارها دائما بالليل تصلي ودائما بالنهار تصوم ولكنها تؤذي جارها بلسانها. الرسول قال لا خير فيها إنها من أهل النار. قال له المكاسب يعني شنو هذا معنى؟ معناه أن الإسلام ككل ككل وكواعي الرشد الفكري. كما يقولون الرشد الفكري يعني شنو؟ يعني تعرف أنك مسؤوليتك ما هي، كيف يمكن تطبيق الإسلام في هذا الزمان، كيف يمكن مكافحة الظالمين والمفسدين والخمارين والقمارين، كيف يمكن نجاة البلاد عن أيادي المستعمرين الفكرية والعملية. فالمرة السفير البريطاني في إيران كان يقول سياستنا نحن قبل 20 سنة يقول سياستنا نحن في إيران كماء صاف في إناء من زجاج لا يكمل. وعلى قول ذلك الشاعر القديم رق الزجاج ورقت الخمر.
فتخالف وتشابه الأمر. كان هذا السفير البريطاني يقول سياستنا قال عزيزنا يقول تصدر سياستنا في إيران كماء صاف في إناء من زجاج لا يتبين لكنه ممتلئ إلى حاصته. الاستعمار في بلاد العشر كل بلادنا ممتلئ استعمارا إلى الحاصة لكن نحن لا بد لأن الماء صافي والزجاج أيضا صافي لا الوعي هذا نقصد وعي الصلاة والصيام ولو هو قليل ومشوه أيضا لكن يجب الوعي الإسلامي الكامل في الاقتصاد في السياسة في الفقه في الإدارة في الثقافة في الزراعة في الصناعة في التجارة في العائلة في العامل في المعمل وإلى كل يوم يأتون المستعمرين باللوم لا خير ولا خير وناس جهلة كل يوم يكتبون أن الإسلام ديمقراطي الإسلام شيوعي الإسلام افتراضي الإسلام مادي شرقي الإسلام غربي فالواحد كان من إخوان المسلمين لا يفهم وإن كان يدعي الفهم في سوريا مصطفى صاحب مجلة الحضارة الإسلامية هذا الرجل ألف كتاب الاشتراكية الإسلامية لما عبد السلام عارف العراق صنع الاشتراكية في العراق طبعا الاشتراكية يعني فورا في ذات يوم خطط طريق قطبة أنا أذكر شيء لقيت بعض الإخوان يذكرون خطط طريق قطبة وفرد يوم ابتلاء على التجارات العامة والابتلاء على البنوك وحتى أنا أدخل بشارع الألبان وإذا شفت شورت واقفي أنا ما سمعت خطاب عبد السلام عارف شفت شورت واقفي على البنزل شنو على الحرامية كذا قال لا قانون الاشتراكية شنو قانون الاشتراكية قال عبد السلام خطيب زين وصار غير بردة في العراق ومن الاشتراكيات اللي مربوطة ليسوون أذكر هذا الشيء وتخطي على هذا الموضوع جماعة العلماء السورة رحلوا عبد السلام التغيير متزيد والله يقول لا تحكموا أموالكم بينكم بالباطل عن عبد السلام كان يمر التدجل الكذب والدجل وابتلينا بأمير طلب الناس وتفتح سبحان الله سبحان الله فهو كالجزار فينا جزار عن القصاص فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح عبد السلام كان من هذا السلام الشاهد على أنه جماعة من علماء السنة راحوا عنده قالوا شنو الاشتراكية تعجل وتدين وتسبح الله وما أشبه وفي خطاباتك قال لي عجب خطاب مصطفى السباعي قال هذا لا شو تقولون في الإخوان المسلمين قال ما يصلي على الخطاب قالوا قلت شو جاي لهم قالوا جاي لهم جماعة منهم من الإخوان المسلمين قالوا شو تقولون في مصطفى السباعي قالوا كلش رجل فاهم فالطريقة مصطفى السباعي كان من أعمدة الإخوان المسلمين في سوريا قال هذا الخطاب جاءوا أخوان المسلمين أنا رفض الإسلام إذا نحن ما وعينا يوم شيوعية يوم اشتراكية يوم ديمقراطية على المفهوم الغربي مو على المفهوم الإسلام الشورى يعني أكو فرق بين الديمقراطية الغربية والإسلام الشوروية يعني شورى بعض الشورى الغربي شرط كل يوم 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 كشف حجاب من الإسلام ويوم خمر لا بأس فيه ويوم مارسي كذا ويوم قام لصاحب الزراعة الإسلامي أحد الخطباء ولا أريد أن أسميه وإذا أسميته كثم يعرفونه وسيجعرفوا بعضهم هذا ذهب فوق المنبر وقال كل المواد التي صنعها فلان كلها مطابقة للقرآن مادة التعليم ومادة المرأة ومادة الكذا كل المواد التي يطبقها على القرآن لأن القرآن كما قال الإمام أمير المؤمنين حمال وجوه والشيوعي يقول القرآن شيوعي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم والديمقراطية الغربية يعني بالمفهوم الغربي يقول القرآن ديمقراطي وأمرهم شورى بينكم والرأسمالية يقول الإسلام رأسمالي والله فضل بعضكم على بعض في وكل الأخير الخاطئ الإمام أمير المؤمنين بعد ابن عباس يحاج ويباعد الحوارج قال له لا تحاججهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه وحاججهم بالسنة إذا قلت مثلا أطيع الله وأطيع رسوله ولا أمر منكم يقولون من يقول ولا بعد ابن أبي طالب
أما إذا قلت لهم الرسول قال علي مع الحق والحكم مع علي ما يتفكر. كلامنا نحن في أدائنا الأمانة وبعثنا للإسلام من جديد نحتاج إلى ثلاثة أشياء: مراقد الإشعاع، الشيء الثاني الربط بين الناس، الموظف منفلت والتاجر منفلت والمرأة منفلتة والرجل منفلت وكذا منفلت. هذا يعني انفلات في انفلات في انفلات. الذين هم منظمين يغلبون علينا فما في فرق. الآن اتخذت تنظيمات عالمية، تنظيم الشيوعيين على اختلافه، وتنظيم الصهيونيين وتنظيم المسيحيين، ثلاث تنظيمات عالمية رفضوا، وهذه التنظيمات تأخذ من يعرفون الخط، ولهذا بلادنا كل يوم فرق لهم. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث إيجاد الوعي في المجتمع، يعني أنه نعطي للمجتمع وعيا إسلاميا صحيحا. إذا تمكننا من هذا الشيء، ولا تمكن لا شك فيه، نؤكد في تطبيق الإسلام. وإذا لم تتمكن هذا الشيء، الإسلام يغلب ذاته قطعا. والإسلام يجد له حملة. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أقول لكم أنا ما أحكم بها لذلك. إذا كفروا بها كفر، ولا الكفر عقيدي، يعني الكفر على قسمين: كفر عقيدي وكفر عملي. الكفر العقيدي يعني إنسان ينكر أصول الدين. الكفر العملي يعني إنسان لا يشكر، يعني إنسان لا يحج، يعني إنسان نمام، يعني إنسان شراب خمر. إذا يقولوا كفر في القرآن الحكيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في القرآن الحكيم: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا قال الله: فإن يكفر بها هؤلاء، مراد كفر عقيدي، كفر عملي، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. النتيجة كلامنا كان موجزه موضوعين: موضوع المقدمة وموضوع المقدمة. الموضوع الأول أن الإسلام طبيعته طبيعة مكلفة، وسيأتي يوم يقلب الإسلام حتى على الكلمة وحتى على القصر الأبيض، يعني من في قصر الأبيض ومن في كرملين يصيرون مسلمين، يأتي يوم قطعا. وهذا غيبيا، وإنما منطق القوانين الإسلامية التي تساعدها الفطرة. الفطرة والفكرة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: نحن الذين نتشرف لأننا من حملة الإسلام، إذا اهتممنا لمراكز الإشعاع وللربط وللوعي نقصر الخطوة، وأما إذا ما اهتممنا يأتي أناس آخرون أحسن من عندنا حملا للأمانة وأداء لها، والله يشرف أولئك بهذا الشيء الثقيل. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.